كفيلة الفقراء، صاحبة الثراء، الباحثة في المساء، محاربة الضراء، جايبة السراء، كفى هراء، مروى العلوي. السيدة مروى العلوي. مروى العلوي. هم الباحثة بالشأن العراقي. ناشطة مدنية. الضيفة رحب بها مروى العلوي. ناشطة مجتمع مدني. بكالوريوس فكر إسلامي. مساء النور. أنا سيدة أعمال، عندي شغلي، عندي مشاريعي، بيتي بأحسن مكان، عائلتي الحمد لله مستقرة، كل شيء عندي، كل شيء عندي، ما أحتاج لأي شيء من هاي الدولة نهائياً. اللي أحتاجه منهم إنه أنا لازم يصير عندي صوت وقوة حتى أتكلم نيابة عن هذا الفقير. هسه شنو ده تعايرين يا ست أنتي؟ بعد بس قلنا بيكم ما ضلت. عيني عندي بيت وما محتاج شيء، وأنتم فقراء، موتوا من الحرة. عيني المضغوطين أهل التجاوزات، أني مستقرة. عيني الشباب العاطلين عن العمل، أني سيدة أعمال، موتوا من الحرة. تطوني قوة لو أطلع برا. أرضج فد مرة. ست مراوي، أدري أنت ما راح تعاتبين باب البرلمان، بس خلي أضيع وقت وياك شوية. الواحد حتى يصير شخصية قيادية بالعراق لازم يسوي شقلمبات، يحرك روحه، يسوي روحه مقاوم، يحشي بالدين، يدور حقوق، مهتم بالفقير. هذا بن فقر جاي على مود ياخذ الكرسي حتى يشتغل، حتى اجي راح لذول الفقراء وقشمرهم وتعالوا انتخبوني وتعالوا رشحوني وتعالوا قعدوني على الكرسي. هو بن فقر، احنا نقول ابن الفقر ما يجي من وراء خير. حرة حرة حرة. عيني ست مراوي المخملية، بس على كيفك شوية، بعد ما قالين يا الله طلعتي طبقية، ترى ابن الفقير هم خطية. لا لا لا، أنا باعتباري مدير منظمات المجتمع المدني بالعالم انزعجت من هذا الكلام الطبقي بصراحة. ليش؟ لأنه ليش هيك ويا أبناء الفقراء ست مراوي؟ بلشتي من مشوارك السياسي ترزلين بأبناء الفقراء اللي قبل فيديو تريدي تصيرين صوتهم. ست مراوي المخملية، متأكدة ابن الفقير ما يصير برأسه خير؟ مروى العلوي مواطنة عراقية ولدت في زمن الفقر والحصار والعز. أنا الطفولة صعبة جدا. مهياتش مولودة بزمن الفقر والعوز، ليش تضوجين من أبناء الفقراء؟ ديري بالش بس من تفوتين المناطق أبناء الفقراء لا تبطنشين بالروز رايز مالتج، ولا تخليهم يوسخون الجنطة الإرميز البركن الجديدة مالتج. مراوي، أنا ما حبيت منك أبد تحكين عن المرشحين اللي يسوون دعاية براس الفقراء، لأن أكو وحدة راح تطلع بعد ثواني تسوي دعاية براس الفقراء، أعزري من هي. عندك دفتر مالتي؟ أي والله. ايش قد بيدين؟ وكم عائلة بي؟ تقريبا بي 12 عائلة. هاي الناس تاخذ منك بالدين اكيد معدومة يعني. لا ست مروة، بالعادة اللي يسوقون بالدين من هذا المحل ضباط بسلطة الطيران المدني، مو معدومين. معدومين شنو؟ مراوي معدمين مو معدومين. معدمين. يعني ما معدمين، اعتقد تقصدين معدمين. طبعا ما عدم، ما حول. لا انا ما اريد، انا اريد، انا جاية أسوي هذا الشيء. أول شيء ما حد يعرفني بالمنطقة، أنا جاية دا أسد الدين مالتهم بدون ما يعرفوني، أروح ولا أريدهم يعرفوني. أنا جاية دا أسد الدين مالتهم بدون ما يعرفوني، أروح ولا أريدهم يعرفوني. عشتينش مراوي، بس إذا ما حد يعرفش بالمنطقة ليش مرشح على الانتخابات؟ وهي مشروع الانتخابي الصمت واعتزال الناس. هسه شو نسوي لك؟ اعلان انتخابي لحفله التعارف، ايش تريدي؟ ايش تريدي؟ هذا ابو حسين بغداد، هذا الحارس من المدرسه هناك، الولد يضربه ابو المحاشر قبلي يضربه 300 وانا هسه ضربه 100، يحلف ويتكفل ويقول ما اجي كفرات. ايش حظ بخش؟ شو قلنا ورحت همين؟ انا ما اجي، اريد ادق الباب عليه واشوفه، انا اشوف فرحتهم هسه من يجون يريدون يسدون الدين. احنا هسه سددنا الدين، نقدر نشق الورقه؟ عشتيدك ست ما منويل، من الفقراء والمساكين والمعدومين والمعدومين غيرك؟ بس أنا وقفت عندي شغلة،
ابو حسين مطلوب 400 الف من هذا المحل، المسواق اللي موجود بالمحل كله ب 160 الف. شلون يسوق منهم ابو حسين؟ لايكات وهميه. انطوها الصلاح خلي يضحك شوي، انطوها الصلاح باجي ولا صار ما ادري ايش قد قاعد خطي. بالمناسبه مو تروحون الصفحات صلاح وتكتبون نكات سخيفه، ترى يلتهم من الضحك ويعوف العمل السياسي، وبعد منو لكم بالبرلمان القادم؟ اقول لكم روحوا روحوا. شوفي ماما نويل، هاي صار انا اثنين وياك بس يلا ممتاز. انا هسه انت 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 هسه ماشيه طريق القياده بالعراق صح، وسويت دعايه براس الفقراء 4,300,000 مشاهده ما شاء الله، بألف دولار ما طلع عليش الحساب كله مال محل 400,000 مدري ايش قد. يلا مراوي انت الظاهر بنيه فطيره ما لك علاقه بالروتين اللي صايره هنا. انا شكلي طبيت عليش بالغلط، لان اكو سيده اعمال سياسيه وسياسيه قديمه صار لها فتره غايبه وهسه رجعت، ما جابني عليك انت من حتى ما راح اسوي اكس. يلا الورا.